الموضوع الماشي ده أسا محسوب علي أنا، داعم ما أعرف إيه وداعم منو وكده، مش كده كلامنا ما صحيح. موضوع لقيته جاهز، الأطراف أطراف التمويل أسا بقولوا بسيطين ديل، محددين جاهزين مكتوبين. قول واحد اثنين الشيء تم ده كله أنا في الجنينة، غير الوثيقة أنا ما شاركت في أي حاجة، ما شاركت في أي حاجة، لكن الوثيقة أنا شاركت فيها. ويا جماعة الوثيقة دي احنا مضيناها عشان تكونوا عارفين، في وثيقة هسه ما ظاهرة قاعدة في الدولة أدراج مقفولة، عشان تكونوا عارفين الكلام ده ما يغشوكوا ساكت، في وثيقة. الكلام للأسف نطط فوقه ده ما فينا اتفقنا عليه يا جماعة، ومضينا فوقه يا جماعة. إن الأهد كان مسؤولا أوفي بالعهود. احنا والله يا جماعة غير مصداق، غير لساننا ده ما عندنا أي حاجة، فقدنا مصداقيتنا بعد التغيير ده. والله أنا في وادي والناس كلها في وادي، أنا لا بعرف مجلس سيادي، لا بعرف مجلس عسكري، أنا بعرف تغيير بس، تغيير السودان ده ينهض بس. غير ده أنا ما عارف أي شيء. شوفوا يا أخواننا، إنتوا غير أنه مجتمع متماسك، إنتوا ناس منتجين زي ما قال الخليفة الكباشي. أن إحنا الوضع الماشي ده المخرج، أمشوا لنا في الاتفاق الإطاري ده المخرج البلد، ما في غيره، ما في غيره. الآن يا جماعة إحنا ما عندنا شيء، حتى مرتبات إنتوا شايفينها مرتبات ما في، بلد تمشي كيف؟ إنت دار تقول لي استمر، هو أنا كان مستمر بقعد 13 شهر و15 يوم بشكل حكومة؟ هذا قالوا كده أخوانا صحيح؟ 13 شهر و15 يوم ما شكلنا حكومة، دار تكبشنا الليلة بيسوي لنا إنت بتقلنا قلب ولا بتقلنا شنو؟ ها؟ كلام ده ما صحيح، وأنه هوي أمشونا في اتفاق الإطاري ده. كان ما داري البلد يتفرتك، وما داري البلد يتجوط، وما داري البلد تحصل فيها مشاكل، خلونا نمشي نتفق. هسه أنت قلت أنا عندي 35,000، في ذول بجبرك بشيل دائرتك دي منك؟ في ذول بجبرك؟ ما في، خلاص نتفق. اتفاق الإطاري ده يا جماعة حددوا قالب جاهز، ورقة زي دي فيها 8 ولا 9 لسه بقولوا بسيطين ديل، هم اللي بقولوا الكلام ده، هم اللي حددوا الكلام ده، ما في ذو شريك معهم. الناس دين هم مضوا على الموضوع ده وكتبوهم يا جماعة، هو الكلام ده ما بيبقى، قالوا بيبقى. هاي كلام ده ما بيبقى، قالوا بيبقى. ما بتنطوا تاني، ما بترجعوا، قالوا ما بنرجعوا ورا، ليه قدام ليه قدام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، علي قدام دي يعني قدام الليلة وليه بكرة، عشان كلام يكون واضح. والله ما بنرجع ورا عشان نكون ماكو واضحين، والله ما بنرجع ورا. اتفاق ده حنكمله، والاتفاق ده مخرج البلد.